السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم تدريبات إضافية من الحركة الدائرية. مدونة لفيزياء الإمارات لهذا العام والأعوام الماضية. فتش في المدونة باسم الوحدة وليس برقم الوحدة. مذاكرة الفيزياء تراكمية، أي كل درس بيومه. حياتنا عادة، فاختر لنفسك أفضل العادات. التكرار يساعد على الفهم والحفظ ويقلل النسيان. جيب ورقة وقلم وتابع معي الحل خطوة بخطوة. يركب فتى عجلة دوارة تلف به في دائرة رأسية نصف قطرها مرة واحدة كل 12 ثانية. فأنا كتب لخصتها أنه السرعة الزاوية تساوي لواحد ريب، يعني دورة لكل 12 ثانية. في طريقة تانية لأخذ المعطيات هذه. ما السرعة الزاوية للعجلة الدوارة؟ يعني بده أوميجا. فبنكتب أوميجا تساوي ريف على 12 ثانية. الريف يساوي 2 باي راديان على 12 ثانية، فبيطلع السرعة الزاوية للعجلة الدوارة هي هذا الرقم راديان لكل ثانية. طلب بي افترض أن العجلة تتوقف بمعدل منتظم أثناء الربع الأول من الدورة. لذلك كتبت دلتا زيتا تساوي باي على 2، هي ربع دورة. العجلة تتوقف يعني السرعة النهائية صفر. فما العجلة الزاوية للعبة خلال هذا الوقت؟ نستخدم هذه المعادلة. مربع السرعة الزاوية النهائية تساوي لمربع السرعة الزاوية الابتدائية زائد ضعف العجلة الزاوية في الإزاحة الزاوية. كونه ذكر هنا افترض أن العجلة تتوقف، إذن السرعة الزاوية النهائية حتاخذ القيمة صفر. إذن حيكون عندك صفر وتساوي لمربع السرعة الزاوية الابتدائية اللي هي هذه زائد ضعف العجلة الزاوية في الإزاحة. ما المطلوب؟ العجلة الزاوية، يعني المطلوب ألفا. بنرتب المعادلة بحيث تصبح ألفا وتساوي لسالب مربع السرعة الزاوية الابتدائية على 2 مضروبة في الإزاحة الزاوية المفروضة في السؤال ب. بنعود وبنحسب. بنكون خلصنا الطلب ب. هلأ الطلب C، احسب العجلة المماسية للفتى خلال الفترة الزمنية المحددة في جزء ب. هاي العجلة الزاوية اللي جبناها من ب. العجلة المماسية تعطى بالمعادلة التالية. العجلة المماسية تساوي لR في العجلة الزاوية. ألفا هي العجلة الزاوية، R عندك ياها وألفا أنت حسبتها، فبتطلع بهذا الشكل. أنا نسيت أجيب السالب هنا لكن حطيته هنا. السالب شو معناه؟ معناه تحدور مع أقارب الساعة. في رعاية الله، لا تنسونا من الدعاء.